بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع الثالث راح نكمل حل الأمثلة بالنسبة لموضوع البارشال ديريفيتيف، الاشتقاق الجزئي. ناخذ مثال آخر بسيط، أوجد مشتقة الدالة بالنسبة للإكس ومشتقة الدالة جزئيا بالنسبة للواي للدالة التالية. دالة اعتيادية بولينوميال ايكويشن، لاحظ أنه هذه الدالة 4 اكس أس 4، 6 اكس تكعيب واي تربيع زائد 2 واي تكعيب اكس سكوير زائد واي أس 4. راح نجي نشتقها بالنسبه للاكس، معناها انه عامل واي معامله الثابت. فاذا اشتقينا بالنسبه للاكس راح نجي نشتق هسه هنا 4 في مشتقه الاكس اس 4 ل 4 اكس تكعيب، فراح يكون عندنا المعادله، وبالتالي راح يكون عندنا عفوا نرجع بس للمثال تكمله الاشتقاق، 4 في 16 اكس اس 4 زائد 6 في 3 اكس تربيع واي تربيع، الواي ما لنا علاقة بها، واي سكوير باعتبار ثابت، فصير 18 اكس سكوير واي سكوير زائد 2 في 3، لا ما يصير، هاي الواي تكعيب ما لنا علاقة بها ثابت، ف2 في 2 اكس، ف4 اكس واي تكعيب زائد هذا ايش راح يصير باعتبار ثابت وحدة، فيصير صفر. مشتقة الدالة بالنسبة للواي راح تكون، هسه نجي نثبت الاكس ونشتق للواي، ف4 اكس اس 4 هي كلها دالات الاكس وتعتبر ثابت لوحدة، مشتقة الثابت صفر. زائد ما لنا علاقه بالاكس تكعيب، 6 في مشتقه الواي سكوير، يعني 6 اكس تكعيب في مشتقه الواي سكوير اللي هي 2 واي، ف 12 اكس تكعيب واي زائد 2 ما لنا علاقه بالاكس سكوير، 2 في 3 واي سكوير مشتقه الواي تكعيب، تصير 6 واي اكس سكوير واي سكوير زائد مشتقه الواي اس 4 هي 4 واي تكعيب. ايضا هنا عندي داله، اشتق الداله بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي، جذر، عندنا جذر يعني معناها مقدار مرفوع الاس نصف، فمشتقته بالنسبه للاكس هو الاس في الداله للاس نفسه ناقصا واحد، باعتبار راح يكون نصف في اكس سكوير زائد واي سكوير، الاس نص ناقص واحد ناقص نصف، في مشتقه داخل قوس بالنسبه للاكس اللي هي 2 اكس زائد صفر، باعتبار الواي سكوير وحدها. تترتب المعادلة تختصر 2 2 يصير x على تحت الجذر x سكوير زائد y سكوير. نفس الشيء بالنسبة للواي، أيضا الأس في مشتقة الدالة للأس الجديد اللي هي الأس ناقص واحد، في مشتقة داخل قوس بالنسبة للواي، مشتقة داخل قوس بالنسبة للواي تكون عبارة عن 2 y صفر زائد 2 y باعتبار الإكس هو الثابت، أيضا اكو اختصارات وراح يصير عندنا y على x سكوير زائد y سكوير. يعني الامثله كثيره وما تخلص، هسه هنا عندنا دبليو يساوي مثل هذا مثال، هم يعني اشتق الداله بالنسبه للاكس واشتق الداله بالنسبه للواي، اترك لكم مثال اخر. خلينا نجي ناخذ قبل هذا المثال الثاني المثال الاخر، نشوف عندنا مثلا مثال بالكتاب يقول هنا عندنا، اذا عندنا ثلاث متغيرات، اذا كانت الاكس والواي والزد يعني هن دال، يعني عندي داله الاوميجا مثلا او اف اوف اكس واي زد داله ثلاثه متغيرات، وريد نشتق لأحد المتغيرات. عادة من تشتق لمتغير راح شو تصير إذا عندك ثلاث متغيرات أو أكثر؟ تثبت تشتق للمتغير المطلوب وتثبت باقي المتغيرات. مثلا إذا أردت تشتق بالنسبة للإكس راح تثبت الواي والزد وتشتق بالنسبة للإكس، وإذا أردت تشتق بالنسبة للواي كذلك نفس الكلام، تشتق للواي وتثبت الإكس والزد، وإذا أردت تشتق بالنسبة للزد فتثبت الإكس والواي. هسه هنا راح نشوف هذه الدالة تساوي إكس ساين واي زائد 3 زد، فإذا أردنا نشتقها بالنسبة لل partial f إلى partial z مثلا، أردنا نشتق بالنسبة لل z راح نثبت ال x وال y، فهنا ال x ثابت ما راح نسوي حاصل ضرب دالتين، وإنما x مضروب في مشتقة الساين، مشتقة دالة الساين بالنسبة لل z اللي راح تكون كوساين y زائد 3 z في مشتقة داخل القوس بالنسبة لل z، أيضا ال y ثابت فيصير نشوف مشتقة داخل القوس بالنسبة لل z أو مشتقة الزاوية بالنسبة لل z. فمشتقة الزاوية بالنسبة للزد الواي صفر مشتقته باعتبار ثابت، لأن نشتق للزد والثلاثة زد يصير ثلاثة، وبالتالي هاي راح تكون ثلاثة، هنا مشتقته كلها ثلاثة في اكس في كوساين واي زائد ثلاثة زد. نفس الكلام إذا أردنا نشتق بالنسبة للاكس أو إذا أردنا نشتق بالنسبة للواي، شوف هسه إذا أردنا نشتق هاي الدالة بالنسبة للاكس شو يصير؟ ساين واي زائد ثلاثة زد هذا كله ثابت ما راح نتعامل وياه، مشتقة الدالة فقط راح نشتق الاكس اللي هي راح يصير واحد في ساين. اما اذا اردنا نشتق الداله بالنسبه للواي جزئيا فراح نعامل الاكس والزد معامله الثابت. نرجع للمثال اللي موجود بالمحاضره،
اذا عندي الداله التاليه اف اكس تساوي اكس تان انفيرس اكس سكوير زائد واي سكوير على اكس زائد واي، اشتق لي الداله بالنسبه للاكس واشتق لي الداله بالنسبه للواي. اذا اردنا نشتق الداله بالنسبه للاكس راح نتذكر عندنا حاصل ضرب دالتين. اول شيء خلينا نتذكر من المحاضر من العام الماضي التان انفيرس هي معكوس الدوال المثلثيه، ومعكوس الدوال المثلثيه المشتقه مالته تكون واحد زائد الداله يعني تان انفيرس اليو، فتكون مشتقه دي باي دي اكس مثلا. اذا عندنا نشتق اليو بالنسبه للاكس فمشتقته تكون واحد زائد الداله السكوير، وبالبسط مشتقه الداله بالنسبه للمتغير اللي اذا نشتق له. هذه يعني كقانون اذا اردنا نشتق بالنسبه للاكس. بس احنا بغض النظر يعني انا عندنا المشتقه مشتقه الداله بالاعلى وواحد زائد الداله تربيع بالاسفل بالمقام، راح يكون هذا كله مشتقه منه تان انفيرس. بس اذا اردنا نشتق هاي الداله كلها بالنسبه للاكس هي عباره عن حاصل ضرب دالتين، نقول الاكس في مشتقه التان انفيرس بالنسبه للاكس جزئيا بارشال الى بارشال اكس زائد التان انفيرس لهذه الداله مضروب في مشتقه الاكس بالنسبه للاكس. نجي الاكس نجي هنا هسه عندنا نقول بارشال اف الى بارشال اكس راح يساوي لنا اكس في مشتقه التان انفيرس اللي هي واحد زائد هذه الداله الكل تربيع، هذه الداله اللي هي داله التان انفيرس الكل تربيع، وبالبسط اكو مشتقه الداله جزئيا بالنسبه للاكس، هذه لازم ننتبه عليها. فمشتقه هذه الداله اللي هي حاصل قسمه دالتين راح تكون المقام تربيع، المقام في مشتقه البسط بالنسبه للاكس اللي هي 2 اكس زائد 0 راح نعامل الواي معامله الثابت ناقصا البسط اللي هو اكس سكوير زائد واي سكوير في مشتقه المقام بالنسبه للاكس اللي راح يكون عندنا 1 زائد هذا كله بعد الجزء الاول، الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني انفيرس في مشتقه الاول اللي هو مشتقه الاكس بالنسبه للاكس هي 1، فتبقى نفسها. هذه تترتب المعادله بعد الترتيب انه يعني ندخل الاقواس، هنا عندي اكس زائد واي كل سكوير، هذه يترتب بالمقام راح يصير يعني بعد التبسيط 1 زائد هذا المقدار سكوير على اكس زائد واي كل سكوير، ونوحد المقامات ويصعد بالبسط بعد الترتيب. هاي العمليه انتم سووها وشوفوها شلون تصير، يعني تجي اول شيء توزع التربيع على القوس بعدين توحد المقامات، راح يصير عندنا مقام المقام هو اكس زائد واي كل سكوير ويصعد للبسط مضروب في اكس، راح يختصر مع هذا القوس اللي هو مشتقه البسط مال تان انفيرس، يختصر مع المقدار الموجود. بالنهايه راح يكون عندنا بارشال اف الى بارشال اكس هي الداله التاليه. بارشال اف الى بارشال واي يختلف شويه، ليش؟ مو حاصل ضرب دالتين، بدنا نشتق بالنسبه للواي، فشكو داله اكس تعتبر شكو متغير اكس يعتبر ثابت، انه راح نشتق للواي نعامل الاكس معامله الثابت، فاذا الاكس ثابت ماكو داعي اقول حاصل ضرب دالتين لانه اول ثاني من نريد نشتقه بعدين نقول يصير صفر. فبارشال اف الى بارشال واي شوفوا هنا الاول في مشتقه الثاني بالنسبه للواي مشتقه الثاني انفيرس زائد الثاني انفيرس في مشتقه الاول بالنسبه للواي اللي هو صفر، فصفر لي الجزء الثاني كله. فنجي الاول في مشتقه الثاني بالنسبه للواي نفس الفكره اللي هو واحد زائد الداله تربيع، وبالبسط شنو اكو مشتقه الداله انا ما خليتها هنا باعتبار ما يكفي مكان انه من اشتقها واكتبها، فصار عندي سويتها مشتقه البسط بالنسبه للواي هي عباره عن حاصل قسمه دالتين، فالمقام تربيع، المقام في مشتقه البسط بالنسبه للواي مشتقه البسط بالنسبه للواي هي 2 واي ناقصا البسط اللي هي اكس سكوير زائد واي سكوير في مشتقة المقام بالنسبة للواي، الاكس صفر راح يصير زائد واحد، فمقداره واحد، لذلك ما انكتب. بعدها تتبسط المعادلة ونفس المبدأ اللي بسطنا به المقدار السابق وراح يكون بالشكل التالي، المعادلة النهائية. ممكن مرات يجيك نفس هذا السؤال، بس بي مثلا أغير لك بي ويجيك إثبات، أثبت أن مشتقة الدالة بالنسبة للاكس تساوي هذا الجزء، أو أثبت أن مشتقة الدالة بالنسبة للواي تساوي هذا الجزء. يعني السؤال ممكن يكون عبارة عن إثباتات. دالة أخرى مثلا عندنا لين، لين هي عبارة يعني هنا لين اكس سكوير زائد واي سكوير، أوجد لي مشتقة الدالة بالنسبة للاكس جزئيا بارشال اف إلى بارشال اكس، ومشتقة الدالة جزئيا بالنسبة للواي. فإذا أردنا نشتق الدالة بالنسبة للاكس راح نجي نعرف لازم مشتقة اللين اللي هي واحد على الدالة في مشتقة الدالة. فبارشال اف إلى بارشال اكس واحد على اكس سكوير زائد واي سكوير في مشتقة الاكس سكوير زائد واي سكوير بالنسبة لمن؟ بارشال لا بالنسبة للاكس بارشال اكس، فالواي ثابت، اذا تنزل واحد على اكس سكوير زائد واي سكوير، ومشتقة هذا المقدار بالنسبة للاكس راح تكون هي 2 اكس زائد صفر باعتبار الواي ثابت، والثابت وحده لازم يتصفر بالاشتقاق، فراح تكون هذا الجزء.
partial f الى partial y نفس المبدأ، واحد على الدالة في مشتقة الدالة بالنسبة للواي جزئيا، partial الى partial y، واللي راح يكون عندي هذا المشتقة بالنسبة للواي اثبت الاكس، فالاكس جاي اذا يجي وحده راح مشتقته تكون صفر زائد 2 y، فيبقى 2 y في شنو؟ واحد على x سكوير زائد y سكوير. مثال اخر ايضا راح نشوف هنا عندنا هذا المثال، الداله تساوي اكسبوننشال اكس لان الواي زائد اكس في ساين اكس ماينس واي على واي، هذه كلها زاويه. مشتقه الاكسبوننشال هو الاكسبوننشال في مشتقه الاس، فبالتالي اذا اردنا نشتق هاي الداله كلها بالنسبه للاكس حسب ما مطلوب بالسؤال راح نجي جزء جزء نشتق، هذا جزء مشتقه الاكسبوننشال هو الاكسبوننشال في مشتقه الاس بالنسبه للمن جزئيا بالنسبه للاكس، لانه بدنا نشتق للاكس، فالواي كل واي ثابت. فبالنسبه لهذا الجزء الاكسبوننشال نفسه في مشتقه الاس بالنسبه للاكس، لان الواي ثابت مشتقه الاكس واحد، فيبقى فقط لان الواي. زائدا هنا أنا عندي حاصل ضرب دالتين، الاول في مشتقه الثاني يعني اكس في مشتقه الساين كوساين هذا المقدار في مشتقه داخل القوس بالنسبه لمن؟ بالنسبه للاكس. فبالنسبه للاكس مشتقه داخل القوس هي عباره عن واحد على واي، لان هذا اذا اشتقيته الواي واحد على واي على المشترك، اكس ناقص واي المشتقه مالته بالنسبه للاكس هو واحد، فيبقى واحد على واي. زائدا الثاني اللي هو الساين في مشتقه الاكس بالنسبه للاكس اللي هي واحد. بعدها ترتب المعادله يعني لان الواي يصير، وطبعا هذا المقدار هو عباره عن اكسبوننشال لان الواي اس اكس، نفس الترتيب ماكو مشكله، مجرد راح تترتب الاقواس وتصبح المعادله بالشكل التالي. اذا اردنا نشتق الداله بالنسبه للواي راح نثبت الاكس، فهو شيء مشتقه الاكسبوننشال هو نفس الاكسبوننشال في مشتقه الاس بالنسبه للواي، اي راح نثبت الاكس، فبالتالي اكس في مشتقه لن واحد على واي، فيصير اكس على واي. زائدا هنا عندنا حاصل ضرب دالتين، او احنا نقول الاكس ثابت فبس مشتقه الساين راح يصير كوساين في مشتقه داخل القوس بالنسبه للواي اللي هي حاصل قسمه الدالتين، فنقول المقام تربيع المقام في مشتقة البسط اللي هو سالب واحد ناقصا البسط اللي هو اكس ناقص واي في مشتقة المقام اللي هي واحد. بعد الترتيب هذه المعادلة ايضا راح تكون بالشكل التالي. اخر شيء ان مثال ممكن نستخدم به قانون التعريف بدون ان يذكرنا هذا المثال، يقول انه او ملاحظة عليه انه احيانا انت اذا جدتك دوال غير معرفة او infinite substitution تعطيك قيم غير منطقيه او غير معرفه، فبالتالي تضطر تستخدم قانون التعريف. مثل المثال التالي، اوجد مشتقه الداله بالنسبه للاكس ومشتقه الداله بالنسبه للواي. اذا كانت الداله تساوي هي حالتين الداله بها شلون هاي الدوال الستيب فانكشن، اذا كانت قيم الاكس والواي اكبر او اصغر من الصفر يعني لا تساوي صفر فهذه هي الداله، والداله عندما تعوض اكس وواي يمهن صفر صفر فتكون قيمة الدالة صفر. بهيك حالة تجي انت تلاحظ انه بالنسبة للحالة الأولى تقدر تستخدم القانون، بالنسبة للحالة الأولى تقدر تستخدم القانون مباشرة، القانون اشتقاق يعني اشتقاق بدون استخدام التعريف. تجي تشتق هاي الدالة بالنسبة للإكس اللي هي راح شو تصير؟ تصير يعني عند كل قيم الإكس ما عدا صفر صفر، فالمقام تربيع المقام إكس تربيع زائد واي تربيع في مشتقة البسط بالنسبة للإكس راح تثبت الواي، فهذا مشتقته بالنسبه للاكس 3 اكس سكوير ناقصا صفر يعني بس 3 اكس سكوير ناقصا البسط نفسه اكس تكعيب ناقص واي تكعيب في مشتقه المقام، مشتقه المقام بالنسبه للاكس راح تكون عندنا 2 اكس باعتبار انه واي سكوير مشتقته صفر ثابت وحده. بعدها ترتب المقدار او يعني ترتبه وتعوض اذا معطي قيمه تعويضيه، المهم هذه تترتب ويكون الناتج. نفس الشيء اذا نشتق الداله بالنسبه للواي عندنا المقام تربيع راح نثبت، اذا اشتق للواي جزئيا اي نثبت قيم الاكس، فالمقام تربيع المقام في مشتقه البسط ناقصا البسط في مشتقه المقام، وايضا هذا راح يترتب بشكل نهائي. الجزء الثاني من الداله اللي هو يقول لك الداله تساوي صفر عندما اكس وواي صفر صفر، هاي الحاله انا ما اقدر اشتق، ما اقدر اشتق بصوره مباشره. ليش؟ لانه انا عندي يقول لك الداله تساوي صفر، فشلون انا اعوض قيمه صفر وفي بسط مقام صفر يعني صفر على صفر غير معرض. فاذا شنو الحل؟ الحل في هيجي حاله راح يكون انه عذرا شوي الماوس صار هيجي انه نجي نستخدم التعريف، قانون التعريف حسب هذه الداله، حسب هذه الداله نستخدم التعريف
وعندنا بعدين نعوض قيم الاكس نوت واي نوت تساوي صفر صفر. فقانون التعريف من بارشال اف الى بارشال اكس يساوي عندما عند الاكس نوت واي نوت اللي هنا صفر صفر غايه الداله عندما دلتا اكس تكتر من الصفر. اف يعني الداله الجديده اف الاكس نوت زائد دلتا اكس واي نوت ناقصا اف الاكس نوت واي نوت الكل على دلتا اكس. نجي هسه هنا اذا نعوض بالداله، شوفوا هسه هنا اذا نعوض بالداله قيمه يعني هنا كل اكس نسويها اكس زائد دلتا اكس، فصير اكس زائد دلتا اكس الكل تكعيب ناقصا واي تكعيب على اكس زائد دلتا اكس الكل تربيع زائد واي تربيع، ونعوض بهم قيمه الاكس والواي صفر صفر تبقى دلتا اكس تكعيب على دلتا واي تربيع، دلتا اكس تكعيب على دلتا واي تربيع هذه. ناقصا طبعا قيمة الدالة اللي هي الاف اكس نوت واي نوت قيمة الدالة صفر صفر هو مطين اياها صفر بالسؤال تقسيم دلتا اكس. هذا طبعا بالبسط بعد الاختصار راح يصير دلتا اكس وبالمقام دلتا اكس، فبالتالي دلتا اكس على دلتا اكس هو واحد. اذا مشتقة الدالة بالنسبة للاكس عند الاكس والواي تساوي صفر صفر راح تكون قيمتها واحد. نفس الشيء تسوي تشتق الدالة بالنسبة للواي باستخدام التعريف، اي انه ليمت دلتا واي تكتر من الصفر للدالة الجديدة ناقصا الدالة القديمة يعني واي زائد دلتا واي تقسيم دلتا واي. ايضا راح اضيف بالدالة الاساسية اللي هي موجودة بالقانون بالورقة السابقة اضيف كل واي اضيف لها دلتا واي، بينما وتعوض قيمة الاكس نوت والواي نوت صفر صفر، فراح تكون عندنا المقدار بهذا الشكل والدالة اصلا صفر وتقسم على دلتا واي راح يطلع الناتج سالب واحد. اذا هي هاي قيمة الدالة. شكرا لكم، نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم.